مع أي نجاح بيحققه أي مدرب للأهلي في السنوات الأخيرة، على طول بتلاقي الجماهير بتقارنه بالأسطورة مانويل جوزيه، أعظم مدير فني في تاريخ القلعة الحمراء. ده اللي حصل بالظبط مع فايلر وموسيماني، وبيحصل دلوقتي حرفيا مع مارسيل كولر. فيا ترى إيه هي أوجه الشبه بين التجربتين؟ إدارة المايسترو صالح سليم اتعاقدت مع جوزيه في 2001 خلفا للألماني هانز ديكسي اللي خسر الدوري وتوج بكاس مصر، لكن التجربة ما حققتش النجاح الكامل في موسمها الأول، خصوصا بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا والسوبر وخسارته للدوري لصالح الإسماعيلي. أما كولر اللي تولى المهمة بداية الموسم اللي فات خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش واللي خسر هو كمان الدوري والكاس، فحصد معاه الفريق كل الألقاب الممكنة في السوبر المصري مرتين بالإضافة لكاس مصر والدوري، وكمان أحرز دوري الأبطال على حساب الوداد المغربي، وهي بداية غير مسبوقة لأي مدير فني في تاريخ نادي القرن. خلال 3 ولايات وعلى مدار 7 مواسم ونص تقريبا، لعب الجيل الذهبي للأهلي 329 مباراة تحت قيادة جوزيه، فاز في 224 وتعادل في 74 وخسر 31، سجل 586 هدف مقابل 204 سكنت شباكه، وتوج ب 20 لقب بالإضافة لبرونزية مونديال الأندية 2006. في المقابل لعب الجيل الحالي 62 مباراة بس مع كولر لحد دلوقتي، فاز في 45 وتعادل في 11 وخسر 6 مرات، لكنه على مستوى الألقاب أحرز 5 ألقاب. فهل استمرارية كولر ممكن تصنع منه جوزيه جديد؟ اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. خلينا نرحب بضيفنا اللي منورنا النهارده، كابتن النادي الاهلي السابق ونجم منتخب مصر، كابتن شادي محمد. مساء الفل يا كابتن شادي. كابتن احمد ازي حضرتك، واكيد في البدايه بحيي حضرتك وكل جماهيرك، ووحشني كتير جدا. وانت كمان منورنا حبيبي. ربنا اخبارك ايه؟ كله زي الفل، كله 100 100. الحمد لله. ما بحبش انا المقارنات الغريبه، كنت هشيل الحرف الراء بس خليها الغريبه يعني اللي ما بين فلان وعلان وفلان وعلان، بس احنا بنعمل تقرير نوضح للناس الحدوته. انت بتتكلم على مانويل جوزيه بتاريخه باسمه بقيمته بعدد المباريات اللي خاضها مع النادي الاهلي بعدد السنوات اللي دربها مع كولر اللي سنه واحده ما شاء الله حقق كل الالقاب، خسر لقبا وحيدا وهو لقب السوبر الاخير ده هنتكلم فيه. لكن هل انت مع الناس اللي بتقارن جوزيه وكولر، شوف كولر هيتفوق على جوزيه، لا جوزيه ما حدش هيقدر يحصله في يوم من الايام؟ للأسف هي دي العادة، يعني مع موسيماني بالمناسبة حصل كل مثلا أخذ بطولة أفريقيا، هل موسيماني هيحقق اللي حققه مانويل جوزيه؟ قبليه مش عارف مين، وثم دلوقتي نفس الموضوع. أنا شايف إن دي حاجة مش صحية خالص، لأن كل جيل وكل مدرب ليه تفاصيله وليه قصته وليه حكايته. صحيح. يعني مانويل راجل حقق إنجازات كبيرة جدا مع جيل محترم، ما كانش فيه سوشيال ميديا كتير، كان فيه جماهير متواجده. صح. في المدرجات بتسافر وراك في كل حته، سافر اليابان يابان وافريقيا كابتن. احنا رحنا حتت في ادغال افريقيا تلاقيهم قدامك، تلاقي عالم الاهلي. انت بتعمل ايه على الهوا؟ وكان في مشكله في الكاميرون ومش عارفين يرجعوا، وفضلت فاتح الهوا لحد ما نزل جروه السفير. جروه بالظبط كده، القطن الكاميروني، لحد ما نزل السفير وركبوا الطياره ورجعوا يعني. نعم. بالظبط. فكل جيل ليه تفاصيله زي ما قلت في البدايه، ولكن الافضل بالنسبه لنا لما كنا بنفكر في النادي الاهلي، ومره كابتن محمود الخطيب قال الجمله دي وانا كابتن الفرقه، كنت ساعات الواحد يبقى انفعالي طبعا، وانت الواحد بيهدى مع مرور الوقت لما يكتسب خبرات. فكنت قلت جمله، قلت ما يصحش النقد دوت، وكان نقد غير مبرر. كابتن الخطيب اتصل بي، متذكر المكالمه، قال لي خد بالك لان اجيال الاهلي القديمه تزعل منك. فقلت له في ايه يا كابتن، انا كنت بدافع عن النادي. قال لي لا، انتوا جيل مكمل للاجيال السابقه. طبعا.
اللي اقدم منك يزعلوا، كباتن ليها تاريخ حققوا انجازات كبيره جدا. فالواحد بجمله اتقالت اتعلم حاجه. صحيح. ودي الحقيقه اللي انا اتعلمت اللي في اجيال سابقه حققت فبيجي اللي بعدها وتحقق. وعشان كده اسم النادي الاهلي بيبقى بالاسم الكبير، عشان كل جيل بيجي بيحقق بطولات وبيحقق انجازات. لكن المقارنه كابتن مش حلو. شفت ازاي خساره الاهلي للسوبر الاخير؟ شفت اللي هي يعني حظ الفريق اللي هو دخل بعد فتره اعداد. احنا معروف بس الاهلي اللي مختار الميعاد، بس عشان برضه بالظبط ننزل الجميع بالظبط يعني. هكلم حضرتك بمنتهى الامان، بيفرق ان انت تدخل اي بطوله او سيزون بمنتهى القوه. انا شفت النادي الاهلي كان جاي من فتره اعداد. لو بصينا ايه القصور اللي كانت عند النادي الاهلي؟ الجماعيه، مفيش جماعيه، ميز باص كتير جدا. صحيح. كالعاده ما بتستغلش الفرص اللي بتجيلك، اهدار الفرص. نعم. فانت لما بتروح بتعمل فتره الاعداد بتبتدي مباريات متدرجه. صح. باين قوي من فورمه النادي الاهلي في المباراه، رغم لما تيجي تتفرج في فروق كبيره جدا ما بين اتحاد العاصمه والنادي الاهلي. ايه سببها؟ اللي انت بقيت ايكوال في بعض الوقت، اللي انت ما وصلتش للفورمه الكامله من ناحيه الروح بصراحه. بالظبط. بالظبط. انت اللي بيميز النادي الاهلي دايما الجماعيه. نعم. والروح، وتلعب لغايه اخر ثانيه واستغلال الفرص. انت الاربعه بالظبط افتقدت كل ده، فبالتالي كانت هزيمه في البدايه. ولكن وارد في كرة القدم، وانا بقول جملة دايما بعيد بقى عن التعصب والكلام ده، بقول النادي الاهلي حتى مع جماهيره ظلم جماهير النادي الاهلي الحقيقة، وظلم نجوم كتير جدا في فكرة ان الكورة فوز بس. للأسف ممنوع ان انت هني تخسر او تجلي مرة، مشكلة انت تبقى كسبان مثلا جايب تالت العالم، تلاقي في المطار الدوري يا اهلي افرح معايا افرح بطوله افريقيا. يقول لك يوم ما خدوا التاسعه العشره يا اهلي. أيوة بالظبط. العشره 11 يعني ما بيلحقوش يا عيني. دي حقيقه. فده قدر اللي بيلعب في النادي الاهلي. اسماعيل ربنا يديله الصحه وطوله العمر يا رب. اول ما مسكنا ايوه فجه عمل لنا اجتماع، كانت الاوضه الصغيره بقى ما كانتش اوضه كبيره، فقال لنا قدرنا ان احنا ما بنعرفش نلعب غير على المركز الاول. بعد المركز الاول احنا اسوأ حاجه. دي حقيقة. فلازم نلعب على البطوله. فخدنا ساعتها افريقيا والدوري وما كملناش الكاس، لان هو زي ما انت بتقول كده الكل رايح على مركز واحد. انت عارف يا كابتن احمد الجميل، في ناس تاخدها بجد، اللاعب اللي عنده روح وعايز يعمل يصنع تاريخ ويعرف قيمه التيشيرت اللي هو لابسه. نعم. انت ما تاخدش الكلام ده بزعل. لا لا لا، الواحد كان بيزعل الاول يعني. لا. كان يلعب يخسر فيحصل هجوم او نقد جامد. بالعكس، انت لازم تفهم اللي ده قدرك، بتلعب في نادي التعادل بالنسبه له او المركز الثاني زي ما حضرتك بتقول. نعم. صعب قوي، الجمهور لا يتقبل. صح. فبالتالي بيبني عندك الشخصيه، شخصيه الانتصار. نعم. عشان كده يقول لك على مدار التاريخ اللي النادي الاهلي ما تقعد تتفرج عليه لغايه اخر دقيقه. ما تقفلش لغايه اخر ثانيه. نعم. ممكن يجيبوا الجون في الدقيقه الاخيره وده كبير اتوبيس. دي حقيقه. طيب الاهلي قدر يلم نفسه بسرعه يعني، الخساره الجمعه، سبت اجازه، حد اجازه، الاثنين تمرين، ثلاث مباراه مع المصري اللي مجدد صفوفه وعامل صفقات رائعه وعنده مدرب محترم، جمال كلها كانت مقلقه جدا من المباراه، هنتكلم بالتفصيل عن كل المباريات اللي خلص، لكنه شايف انه الاهلي تخطى بسرعه ازمه الخساره امام اتحاد العاصمه في السوبر الافريقي. دايما داخل زي ما بيقولوا اوضه اللبس بيبقى في جمله دايما. انا مثلا حضرت ثلاث اجيال او جيلين في النادي الاهلي، الجمله دي دايما متكرره، واعتقد انها هتمشي مع الجيل ده. نعم. فاما بتتعادل او تخسر مباراه، وخصوصا لما تكون مباراه ببطوله، لعيبه النادي الاهلي واداره النادي وفلسفتهم داخل اوضه مدير الكوره كل الناس، ان بدور على مباراه ثانيه بسرعه عشان اصالح جمهوري، مش بهرب العب. احنا بندور. نعم. على مباراه عشان تصلح جمهورك. دي العقليه، عقليه النجاح، او دي الفلسفه اللي ماشي بيها النادي. لو كان الاهلي تعثر امام المصري كانت هتبقى مشكله معاه في الموسم الصراحه. ليه بقى كابتن؟ علشان انت ابتدي الدوري اضغط نفسي، ولا يبقى في اريحيه؟ صحيح. اللي انا حامل اللقب، محقق نتائج محترمه، اسعدت موسم استثنائي السنه اللي فاتت، حققت فيه كل الارقام، احسن. نعم. دفاع، احسن نجوم، فاجي الستارت بتاعي يبقى دوري وسوبر. اروح المشوار الافريقي اللي انا اخسر، او ابتدي الدوري بالشكل ده، كان هيحصل حاله من القلق وتشتغل تحت ضغط، لان جمهورك بالملايين ما كانش هيتقبل ده بسهوله. هستاذنك اروح لفاصل يا كابتن شادي، بعد الفاصل هتكلم معاك في عده نقاط مهمه جدا. الاشاده المبالغ فيها ساعه الفوز، والهجوم المبالغ فيه برضو ساعه الهزيمه،
يعني شفت امام عاشور لما بعد المباراه الاولى وهجوم وضغط ورضا سليم وكل الناس حتى بعد ماتش امبارح المصري برضو حتايه كده الصراحه برضو حاجه كانت غريبه وخالد بيبو لسه هنتكلم على ده بكتير وهنتكلم على الدوري العام بالكامل قمه الاشاده الى قمه الهجوم ما عندناش وسط هل الكلام ده ظاهره موجوده عندنا بس ولا عند الجميع خاصه لما يكون في لاعبين جدد خلينا نروح لفاصل نرجع نكمل مع كابتن شادي محمد اهلا بحضراتكم من جديد النهارده كان يوم حافل في مباراه دوري ابطال اوروبا ريال مدريد بينقذ نفسه عن طريق جود بلينغهام بيفوز 1-0 على يونيون برلين في الوقت بدل الضائع جالاتاسراي كان خسران في ملعبه كنت متوقع ان الحصان الاسود 2-0 من كوبنهاجن لكنه تعادل في الدقيقه الاخيره 2-2 ارسنال فوز كبير على بي اس في اندوفن 4-0 ريال سوسيداد 1-1 مع الانتر اشبيليه 1-1 مع لانس الفرنسي بايرن ميونخ 4-3 على مانشستر يونايتد في مباراه مثيره سبورتنج براغا بيخسر على ملعبه امام نابولي 2-1 وبنفيكا البرتغالي في مفاجاه مدويه بيخسر 2-0 امام ريد بول سالزبورغ. طيب تعالى بقى يا كابتن نتكلم على اللي حصل في الدوري العام خلال الايام القليله الماضيه يومين بديين ما فيش احلى من كده بدانا من يوم الاثنين طلع الجيش بيفوز على البنك الاهلي بهدفين زد بيفوز على الاسماعيلي 1-0 ولا تعتبر مفاجاه الاهلي بيفوز على المصري بربعيه الداخليه النهارده بيفوز على امبي والمقاولين بيخسر على ملعبهم بلديه المحله 2-0 سموحه 1-1 مع الجونه عندنا بكره ثلاث مباريات في دوري النايل فاركو مع مودرن فيوتشر الاتحاد مع سيراميكا وبيراميدز مع الزمالك شفت بدايه الدوري دوري النايل ازاي؟ البدايه لسه مش بالقويه قوي اكيد معدلات اللياقه البدنيه بتكتمل مع تاني وتالت اسبوع لما تدخل بقى صحيح. المنافسات ويتحدد مين فاز مين خسر مين عايز يرجع لسه ما شفناش اللعيبه بالفورمه العاليه قوي حتى فوز النادي الاهلي بنتكلم عليه امبارح برضو كان فوز فوز محترم واداء محترم ولكن الطرد اللي حصل ساعد بشكل كبير جدا ده رايي ولكن كانت سيطره كبيره من النادي الاهلي بنتكلم على مفاجات نعم. فريق زد صاعد ويقدر يكسب النادي الاسماعيلي بقيمته وتاريخه وكنت اتمنى الاسماعيلي عندنا جرس انذار بقى لنا 3 سنين 4 سنين كتير جدا كتير سنين. كتير جدا كتير لازم نستوعب الدرس في كره القدم ده انا نادي كبير عندي جمهور معايا مدير فني على اعلى مستوى الشغل ما ينفعش كل سنه نشوف الاسماعيلي في المكانه دي عشان كل ما نلاقي الانديه الشعبيه اللي ليها جماهيريه ونلاقي المنافسه قويه لان الانديه بتروح تلعب في الاسماعيلي مثلا بيبقى في منافسه الدوري يحلو تبقى لكن ما ينفعش حد مثلا يقابل نادي الاسماعيلي ونتوقع الهزيمه فتلاقي مش قوه الدوري مش موجود بنتكلم على البلديه المحله مع الكابتن احمد رؤوف واحد حاجه جميله بصراحه دي حاجه محترمه حاجه جميله وكابتن عايز اقول حاجه فكره برضو زد ان انا احافظ دايما شفنا مدرب لما يصعد بالفرقه اول قرار يتاخد يمشي المدرب ده على مدار سنين طويل الجميل في الاداره وده زيد والبلديه قعدوا المدربين بالظبط اللي انا قعد المدرب اللي عارف لعبه ودخل عليهم عناصر عشان احقق نتائج خلاص حفظوا اسلوب المدرب وده الصح وعلى الادارات تدعم المدربين بشكل قوي لان عندنا افه وحشه جدا تابعوا كده الارقام اللي هقولها لحضراتكم ان يا كابتن احمد اخر 3 سنين الاسبوع الخامس والسادس بيمشي 10 و12 مدرب طبعا طب عاملين رهان على اول مدرب بالظبط انا لمحت ليه في المقدمه فده مش حلو لازم ادعم علشان اللعيب اكيد لما يجي مدرب تاني ممكن يبقى الروح تاخده اللعيب عايز يغير طريقه لعب المدير الفني عايز اللعيبه يبقى فيه حماس اكتر ولكن مع الوقت انت بتدي له استيعاب فكر تاني غير المدرب اللي بتدرب فترة الاعداد بيحصل مشكله في الاداء الفني فاتمنى الادارات تدعم المدربين بشكل قوي عشان يحصل استقرار فني داخل الفريق طيب هنرجع تاني للدوري والنتائج والاهداف لكنه قبل الفاصل سالتك على المبالغه في الاشاده والمبالغه في الهجوم يعني مثلا بعد ماتش اتحاد العاصمه شربته امام مش عارف ايه وخناقه الشناوي امام وقصه وحدوته ودوشه رضا سليم ده الراجل غيره يعني الراجل مش مقتنع بيه لعيبه لا الاهلي معرفش يعمل ميركاتو جيد بعد ماتش الامس امام المصري امام العظيم ورضا سليم اللي كانت الورقه المفقوده في النادي الاهلي وهكذا شايف ده ازاي يا كابتن شادي ما هو انا كمان
ما انا ممكن ماتش ما ابقاش في يومي وماتش ابقى في يومي وهكذا يعني. يعني انا كنت بلعب ماتشات وانت كنت تلعب ماتشات بنكسر الدنيا، وفي يوم انت بتخسر الفرقه، بتخسر صح. النادي، بتخسر المنتخب صح. والعكس صحيح. شايف انه ده مع انت قلت نقطه مهمه جدا، ما كانتش السوشيال ميديا موجوده بالشكل ده دلوقتي، والناس بتتاثر قوي بالسوشيال ميديا وفيها كتير جدا. انا باخد حاجات كتير رائعه من السوشيال ميديا الحقيقه يعني. بص يا كابتن، خلينا نكون متفقين، الناس راحت على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا منها كمان، وليها سبب عندي ان انا النهارده مثلا بيبقى في عدد معين تحضر المباريات، ففي عدد ما بيحضرش فبيخرج طاقته من خلال الكتاب، الصفحه دي بيثق فيها، الصفحه دي بتقول راي معين، وفي صفحات ليها اهداف معينه عايز اوقع برنامج الكابتن احمد. نعم. فانت لازم تفهم ان في شعبيه، في تاريخ، في نعم. مش هيمشي وراك، ده هيمشي قطاع معين. نعم. فدي الفكره بقى، الفكره اللي انا بتصيد الاخطاء وعلي من فلان وفلان وفلان في الانتصار، واجي عند هزيمه ابتدي اخرج الطاقه. هو سؤال يا كابتن شادي، هو انا ممكن اقدر يعني ادي حكم نهائي دلوقتي على رضا سليم او على مودست؟ يعني امام كلنا عارفينه، مفيش خلاف عليه وعلى امكانياته وكفاءته، ورضا سليم كلنا شفناه بالتاكيد مع الجيش الملكي كمان، لكن مع جو جديد، مع دوري جديد، مع ظروف جديده، ممكن الامور تتغير. مش شايف انه من الظلم ان انا حتى اشيد بيه؟ ما انا ممكن اشيد بيك اشاده بالغه واجي ما الاقيكش كويس. يعني في مثلا ناس لعيبه اجانب بتشوفها من بدري تقول خلاص، يعني مع احترامي مثلا سامسون اكينولا، في ناس خلاص بيبان ان هم قليلين. في واحد زي فلافيو خد سنه، في واحد زي فيليكس خد ست شهور، كوارشي خد وقت على ما يعني نور مع الزمالك. مش شايف ان ده نوع من انواع الظلم سواء في الاشاده او في النقد يا كابتن شادي؟ بص يا كابتن، مش هنقدر للامانه عشان نبقى يعني نتكلم بصراحه امام الجماهير، يعني مش هتقدر تغير ده، لان مشاعر الجماهير ده اقول لحضرتك على حاجه، ده مش بالمباراه، باللعبه. انت احنا كلنا والله باللعب، احنا كابتن اقول لحضرتك على حاجه، صده جامده قوي يقول لك الله يا كابتن شوف، وتلاقيه تاب في المدار اللي بعدها، يعني خطا بسيط ما ينفعش يقول للنادي الاهلي الزومه دي كابتن عارفها اللي هي بترعب هي دي الزومه اللي بتخليك ترجع بسرعه، لا انا مش عايز اغلط تاني. فدي مشاعر جماهير، ولكن الاهم اللي اللعيب ما يفقدش الثقه في نفسه، صحيح. اللي المدير الفني ما يمشيش ورا الكلام ده، ان الادارات اسمع الصح والغلط اللي انا ما امشيش وراه. ليه؟ عشان احافظ على كيان فرقتي واحافظ على المجموعه. يعني مثلا من الحاجات المميزه في النادي الاهلي الوفره العدديه في اللعيب. النهارده بيعمل كسبان وبيغير لعيبه اوريدي كانت اساسي كلها خمسه، ايوه صحيح، كانوا اساسي السنه اللي فاتت، ففي وفره عدديه. نعم. فالوفره العدديه اكيد المدير الفني مش بيسمع كده، ده الاهم. نعم. انا لاعب اكون مقدر قيمه النادي اللي انا فيه ومقدر تيشيرت النادي اللي انا فيه، فعليا اللي انا لما يحصل اخفاق اشتغل، بسد وداني، بسمع الحاجات المفروض النقد البناء، لكن ما اقعدش اسمع الحاجات اللي توقعني نفسيا. ده اللعيب الشاطر، ده اللعيب اللي عقليته مختلفه، ده اللعيب اللي عاوز يحقق حاجه. فاعتقد ان انت هيحصل ده معاك مع كل لعيبه مصر، بس انت الذكاء انت اللي تتعامل ازاي. لان انت مش الطبيعي ان انت بتاخد معلوماتك من السوشيال ميديا، الطبيعي فيه مدير فني طبعا، هو دي قناعات، ولازم انت تقنعه بمستواك، تقنعه صحيح. اللي انت فيه اللي انا لا هحارب عشان يبقى ليا مكان. شفت ازاي توفيق ربنا الكريم فؤاد في اول عوده ليه انه ربنا يرزقه وانا اقصد الكلمه، يعني دي حقيقة. بالهدف اللي سجله، الهدف الجميل اللي سجله بالامس بعد غياب حوالي 8 شهور عن الملاعب. لو عايز الحقيقه سبحان الله، ربنا ليه حكمه. يعني لما اتصاب كان متالق بشكل كبير جدا جدا وتوظيفه يا كابتن كان الاول يلعب باك رايت، ثم حرره الراجل اداله حريه الحركه ولقيناه بيجيب اهداف، بيستغل سرعته وعمل زي بركات كده بينقل الفريق بسرعته من حاله دفاعيه او ضغط لحاله هجوميه، ورجليه عارفه طريق المرمى. فسبحان الله كان قدره اللي هو يتصاب. بعد الاصابه راجع بيكمل مشواره، فتعرف اللاعب ده عنده الروح بتاعه النادي الاهلي، عنده العزيمه اللي انا ارجع بسرعه. ربنا يوفقه، لعيب متميز جدا جدا، يصنع الفارق مع النادي الاهلي. وفي انتظار عوده اكرم توفيق باذن الله يعود بالسلامه في حاله طيبه جدا، وكل يوم بيتحسن. ما زالت الاصابات كريم نيدفيد وعمرو السوليه حتى هذه اللحظه، والايقاف طبعا لكهربا، وانتهى ايقاف صلاح محسن. خلينا نروح لفاصل. غدا مباراة مهمة جدا تجمع ما بين بيراميدز والزمالك، تاني وتالت الدوري السنة اللي فاتت، فرقتين تقال، فرقتين كبار جدا. الزمالك
بمشاكله اللي بيحاول الناس الافاضل اللي موجودين حلها، وبيراميدز بسكواد الكل بيراهن عليه رغم بعض من الغيابات عن الفريق. علاء ميهوب، علاء ميهوب، هو الجول، هو الجول، الجول الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 44 من الشوط الثاني. فات من الوقت بكده، اقدر اقول الدقيقه اللي باقيه زائد الوقت الضايع ان فيه وقت اضافي مدته نص ساعه على شوطين. ايمن يونس هات وخد وهبه، الهدف الثالث كان نجمنا الجميل كابتن محمد عمر اللي بينورنا هنا في الاستوديو التحليلي، وكابتن نادي الاتحاد ونجم منتخبنا الوطني الكبير يعني ده في الاولمبي سنه 81. الهدف الثاني نصر ابراهيم كان الزمالك وجيتي زقوز الجزائر، والزمالك كان خسران 3-1 في الجزائر وكان مطالب انه يكسب 2-0، وبالفعل نجح نصر ابراهيم انه يسجل الهدف الثاني. بعد كده الزمالك سجل الهدف الثالث وصعد الزمالك وبعد كده خد البطوله. اما الهدف الاولاني علاء ميهوب فكان الاهلي والمصري نهائي الكاس، ودي اول بطوله ليا دايما بفتخر بيها. كانت المباراه شبه انتهت وخلاص داخلين على يعني خلاص الوقت الضايع، وتمريره جميله من خالد جدالله لعلاء ميهوب سجل بيها الهدف. بعد كده دخلنا اكسترا تايم والاهلي فاز 3-1 وفاز ببطوله كاس مصر. دائما الذكريات جميله جميله جدا جدا مع نجوم واهداف. النهارده عندنا القاب، حكايه لقب هتعجب كتير جدا من الجمهور. عايز اقول لكم خبر جميل، بكره 1:30 كله يقعد قدام شاشة اون تايم سبورت عشان يتفرج على كاس العالم للأندية لكرة السلة. ادي 8 قنوات في العالم نقل هذه البطولة، من ضمنها اون تايم سبورت. هتكون عندنا استوديو تحليلي 1:30 بقيادة زميلنا الجميل محمد يوسف، ومعاه كابتن هاني عبد المنعم وكابتن خالد مصطفى. الساعة 1:30 الاستوديو، المباراة الساعة 2، والاهلي مع اجنايت الامريكي. طبعا هي المباراة صعبة وكل حاجة صعبة، نظام البطولة هما مجموعتين، الأهلي معاه إجنايت الأمريكي وفريق برازيلي اللي هو فرانكا البرازيلي، لكن التواجد جميل جدا. الأول بيلعب الأول على البطولة، والتاني بيلعب التاني على الثالث والرابع، والأخير بيلعب الأخير على الخامس السادس. 21 سبتمبر اللي هو بكرة الأهلي مع إجنايت، و22 سبتمبر الأهلي مع فرانكا. شكرا جزيلا لأون تايم سبورت على هذه الخدمة الكبيرة والجميلة. تعال بقى نروح للزمالك وبيراميدز والزملكاوية. عارف ايه اغنيه عبد الحليم؟ الرفاق حائرون يفكرون يتساءلون. تقدر تقول الزملكاويه قلقون يفكرون يتساءلون الدور العام كيف سيكون. في المقابل بيراميدز زي ما قلت لك عمل ميركاتو هايل، عنده لعيبه رائعين، لكنه التصريحات الاخيره للكابتن هاني سعيد حملت بعضا من القلق. قال لك عندك محمد حمدي جاله تمزق، عنده الشيبي عنده ايقاف، عنده محمد رضا بوبو عمل عملية جراحية، عنده أسامة جلال لسه ما تعفاش، عنده إسلام عيسى، وبالتالي برضو في حالة من القلق موجودة في بيراميدز. يعني لما نيجي نتكلم على نادي الزمالك، نادي كبير، نادي عظيم، ممتلك جماهيرية وشعبية ضخمة جدا، مر بظروف صعبة السنة اللي فاتت لا يتحملها أي حد. ده صحيح. وأنا بقول دايما جمهور الزمالك من جمهور الوافي اللي ما تخلاش عن فرقته في ظروف صعبة. أبدا أبدا أبدا، دي حقيقة والكل شايف اللي أنا بقول. نعم. ولكن ممكن
حد يقول انت شادي محمد اهلاوي بيهاجم الزمالك، مفيش الكلام ده. انا ممكن اقول على حاجه بسيطه جوايا للامانه، ان نادي الزمالك والانديه الكبيره حتى لو عندها نقص عددي، حتى لو في الماديات فيها صعوبه، حتى لو انا ما بعملش صفقات، مع احترامي نادي الزمالك ظهر بشكل كويس جدا وشرفنا امام النصر السعودي، كان ممكن يسهل يخسر بسهوله جدا. نعم. لكن كان ند رغم الامكانيات البسيطه، رغم ان في لعيبه ممكن تكون بتفنش في حياتها الرياضيه او في لعيبه صغيره واعده، ولكن محدش يراهن برضو على سقوط الزمالك بسهوله. نعم. الظروف صعبه جدا، اتمنى تدخل بعض المسؤولين. ما فيش تدخل لانه في انتخابات وتنتهي يوم 20 اكتوبر، يعني فاضل لنا اقل من شهر باذن الله، وبالتالي رجال الزمالك قادرين على تحمل المسؤوليه. خليني في الجانب الفني. لانه غياب زيزو للايقاف، غياب فتوح للاصابه، غياب الجزيري لرؤيه فنيه من المدرب، وزيزو فتوح في العرف كده هم نص فرقه او عصب فريق الزمالك، يعني بالزبط. الى اي مدى ممكن يؤثروا على اداء الزمالك؟ لا ليهم تاثير كبير. نعم. ليهم تاثير كبير، شفنا تاثيرهم في ارض سولار، يعني بيشيلوا بيشيلين الفرقه بشكل كبير جدا. نعم. انت بتوظف فتوح احيانا عشان تحتاج خبرته، ساعات بتحطه في وسط الملعب. أي. والراجل بيأدي وبيجيب بشكل كويس. زيزو مفتاح لعب، حريه حركه، ثقه في النفس. نعم. تسديد من خارج الملعب، لعيب متكامل. صحيح. وانا بيعجبني اللاعب اللي عنده شخصيه، شايل المسؤوليه بشكل كبير جدا، لكن ايد لوحدها ما تسقفش. كره القدم لعبه جماعيه، لازم اللي يشيل الفريق الفريق. نعم. لازم يشيل الفريق الخطوط اللي موجوده. النجوم طبعا لهم دور كبير. بالزبط. بس محتاجين مسانده. بالظبط. ده لما نيجي نروح للحته الفنيه، لا في قصور في مباريات كتير جدا، في قصور فني، لان من غير ما حد يزعل مني، نادي الزمالك لازم اتعاقد مع لعيبه سوبر طليق باسم. نعم. نادي الزمالك، ولكن الظروف اللي مر بيها ما سمحتش بده، حتى خروج بعض اللعيبه، خروج بشكل سهل كده. دي مدرسه لازم يشتغل عليها نادي الزمالك، مهمه جدا. ليه؟ لان انا لما اربي نشء، والنشء ده يكون واعد هستفيد منه، مش هيخليني ادفع فلوس كتير في تعاقدات وانا بمر بازمه، يخرجوا بالسهوله دي. نعم. يعني دي كان لازم في لعيبه مهمه خرجت تبقى موجوده. على فكره السنتين ثلاثه مش السنه اللي فاتت بس. نعم. في لعيبه ظاهره مع في انديه ثانيه بشكل هايل هايل. انا ربي ابني، هو ليه جمهور النادي الاهلي غضب لما خرج بعد ابني. نعم. من ابنائه؟ ليه؟ عشان الطريقه، مش دي طريقه الاهلي اللي تخرج بيها. فدي نفس اللي هنا، زي ما حصل هنا نقول. نعم. هنا الخروج هنا مش حلو. اتمنى مساند كالعاده جماهير نادي الزمالك، ان نادي الزمالك بيمر بقصور في امور كتير جدا، فانا مش من الناس اللي اتمنى يبقى موجود، يظهر بشكل كويس علشان المنافسه. على الجانب الفني اسوريو، يعني تلاقي ناس بتشيد بيه جدا والناس بتنتقده جدا. لا، مدير فني محترم. نعم. صنع في شكل لنادي الزمالك، في شكل بدون امكانيات كابتن المدير الفني لعيبه، مش فكر بس، اللعيب اللي ينفذ، اللعيب اللي يستمع. برضو فكري كابتن أو طريقتي على حسب امكانيات لعيبه. الكواليتي يا كابتن، هو الكواليتي اللي معاه، هل هو الفريق اللي اخد الكواليتي يخسر من ارتا سولار 2-0؟ هقول لحضرتك لان في لعيبه للامانه في الانديه الكبيره مش اي حد يلبس تيشيرت الزمالك، انا ده رايي. طيب انت معجب سوريو، شايف انه مدير فني محترم، مدير فني لو معاه الخامات اللي يقدر ينفذ نص تفكيره، ظهر معاه لما كان. نعم. في البدايه وكان لسه اللعيبه اللي ما مشيتش موجوده. طيب. الناس كلها اشادت بيه ليه؟ ظهر عمل حاله مع الفرقه، عمل شكل للفرقه. طيب نروح لبيراميدز. شايف بيراميدز مع نهايه الموسم الرائعه اللي عملها، وفوز كبير على الاهلي بالثلاثيه، وفي السيمي فاينال الكاس، ولعب السوبر. أي. لعب نهائي الكاس اللي فات، والتاني الدوري سنتين متتاليتين. شايف حظوظ بيراميدز في الفوز باللقب عامله ازاي؟ وهل بالفعل كلمه انه الزمالك حظه عالي على بيراميدز ممكن تكون موجوده في لقاء الغد؟ بيراميدز واحد من الانديه الكبيره، اتولدت كبيره. نعم. بيضم عناصر من اللعيبه، عنده وفره عاديه محترمه جدا، عنده نتكلم حتى على المستوى العمر السني، اللعيبه بتتالق في المنتخب الاولمبي وغيره من المنتخبات. نعم. عنده لعيبه ولا اروع، من غير ما اذكر اسماء عشان ما ننساش، ولكن فريق قوي. انا مش حابب اللي بيراميدز يتحط في حته والله نهى السيزون بشكل كويس، لا لا. فنادي يستحق ياخد بطوله. ياخد بطوله ازاي؟ في حاجات انت لازم تعوض اللي انت معاكش جمهور. نعم. فلازم اللعيبه اتحط، المدير الفني يلعب، ده العامل النفسي ازاي ادخل المنافسه، لان انت عندك من الامكانيات دي في كل الخطوط. بالمناسبه كابتن، بيراميدز من الانديه اللي عندها ثلاثه لعيبه،
ثلاثة لعيبه في كل مكان، حراسه المرمى الشناوي وشريف واحمد نيهوب مثلا بالظبط. نعم. الدفاع وسط نعم. الملعب قوي جدا عنده نعم. لعيبه متميزه، عنده الخط الامامي سرعاته نعم. وكل الامكانيات. فانا ازاي انقل الفريق ده من اللي انا احافظ ابقى وصيف او ثالث لانقله للبطوله؟ ف نعم. ايه ده انت ما عندكش المنافسه الجماهيريه، لازم اعوض ده، احط لعيبتي دايما تحت ضغط نفسي عشان تعوض الحته الجماهيريه. ودايما بعد بيقول لك ما فيش ضغوط، لا ضغوط جماهيريه ولا اعلاميه ولا حاجه، وبالتالي ما بتفرقش قوي. لما احط فرقتي انا كمدير فني بعوض ده، خلاص قعدت معاهم اوريدي، انا مذاكر الدوري المصري. نعم. لازم احط فرقتي تحت ضغط، فعشان احط ضغط اخلق منافسه طول الوقت. ما انا لعيب ما احسش انا هلعب مهما كان اسمي ده. واحد اتنين لازم شغل نفسي، لان في ناس تمشي بشكل كويس جدا ثم يجي الدور الثاني، حصلت على مدار سنين تلاقيه وقع. صحيح. ليه؟ اول ما يجي عند المنافسه اللاعب يقع منك. ما عندهوش روح المنافسه. فاتمنى البيراميدز ياخد الخطوه دي بجديه، لانه يمتلك من الامكانيات الماديه، يمتلك من اللعيبه الكويسه. انت شايف انه بيراميدز مهيئ انه بالزبط. ممكن ياخد بطوله بالزبط. هذا الموسم بالزبط. خصوصا بيلعب في دوري الابطال وبيلعب في الكاس وبيلعب في الدوري، واكتسب خبرات كابتن كبير، خبرات وايضا عمل يعني موسم انتقالات اكثر من رائع. فصل ونرجع تاني. جزء كبير من شعبية نجوم الكورة ارتبط بموهبتهم وأهدافهم وكمان ألقابهم، وزي ما ظهرت أسماء شهرة لنجوم السيما غطت على أسمائهم الأصلية زي ملك الترسو والدنجوان والزعيم، ظهرت زيها ألقاب كتير لنجوم الساحرة المستديرة. هنحكي حكاياتها ورواياتها معاكم في حكاية لقب. الحاوي هو اللقب اللي طلع في فترة الثمانينات على صاحبه لما تصعد للفريق الأول مع الجيل الذهبي للزمالك سنة 82. الحاوي هو حمادة عبد اللطيف اللي بدأ لعب الكورة في منطقة بين السرايات، وبعدها انضم لناشئ الزمالك سنة 77. كنت تحس انه حاطط مغناطيس في رجليه، موهبة ايه ومهارة ايه، كان مستعد يرقص كل لاعبة الفريق المنافس وزمايله كمان. اي مشجع منافس للزمالك في التوقيت ده كنت تلاقي جملة يا ابن اللعيبة بتطلع من قلبه بشكل عفوي مع اي مباراة ضد فريق مدرسة الفن. صدق اللي سماك الحاوي يا حاوي. على مدار 10 سنين تقريبا تألق مع واحد من اهم وافضل الاجيال في تاريخ القلعة البيضاء، وساهم في الفوز ب6 بطولات منها أول لقب إفريقي سنة 84. أما في موسم 77-88 فقدم مستوى ما حصلش، وقاد فريقه للفوز بالدوري والكاس والكاس الأفرو أسيوية، واستحق وقتها جايزة أفضل لاعب في مصر بجدارة. وبعدها كمان احترف في مرباط العماني والنجمة اللبناني، وما حرمش الجماهير هناك من فنه ومن سحره. والله زمان يا حاوي. فعلا في فقرة حكاية لقب الحاوي حمادة عبد اللطيف، ده اللي ما اتفرجش على حمادة فاتوا كتير جدا، من اجمل واطيب وانضف اللعبة، بس كانت مهارة في الملعب غير عادية. تحياتنا ليك يا كابتن حمادة. جاهز لأقر واعترف؟ كالعادة كالعادة. أقر واعترف مع كابتن شادي محمد. كابتن شادي محمد، تقر وتعترف بخطأك الفادح وتجاوزك مع جوزيه بعد مباراة سانتوس الأنجولي في كأس الكونفدرالية 2009 وبعدها قالوا شكرا شادي؟ لا ما حصلش، ده كذبة كبيرة. كذبة مش دي الحقيقة، ما حصلش كده. الحقيقة إيه؟ ما تقولها لنا.
بسرعه كده كان دخل الغرفه، كان متضايق، كان متوقع في نص اللعيبه هو اتفق مع كابتن حسن اللي في لعيبه هتلعب الماتش ده وفي لعيبه تكمل مع المنتخب. هو اختار الفرقه دي، دخل كان متعصب جدا، هو كان متضايق من حاجه تانية اللي هو كان مضى في انجولا والنادي ما كانش عارف. كابتن حسن عمل اجتماع معانا كابتن حسن حمدي وبلغه قال له احنا عرفنا ده، فهو من ساعتها كان متعصب جدا فدخل الغرفه. كنا خسرانين نتيجه غير متوقعه بالظبط، فاتكلم معايا بطريقه مش كويسه، قلت له انت احنا لعبه جماعيه، انت ليه شايفني انا بس، انا مش مكسرتش في حاجه. فشات اب ما تتكلمش، حاضر، سكت خالص. جيت هنا عرفت الاخبار كلها، قال لك ده شتم وده، وانا اقسم بالله ما حصل، لم يحدث على الاطلاق خالص خالص. تقر وتعترف ان استغناء الاهلي عنك كان تسبب وتصرفك مع جوزيه رغم انك كنت واحد من كباتن التيم، او كنت كابتن التيم واحد ركائز الدفاع، ودي كانت مفاجاه مدويه بالنسبه لك؟ اولا ما كانتش مفاجاه، كنت عارف من قبلها. نعم. والكابتن حسن كان بعد كابتن حسام، ومن قبلهم حضرتك كلمتني. كنت مجهز. صح. قبلها بشهر. ملاش علاقه بالموضوع ده خالص، لكن انا بؤمن النادي الاهلي لا يعني نعمه كبيره علينا كلنا. فبالتالي اخدت كل حاجه ولعبت كل حاجه، مفيش مدرب اجنبي ولعبت، فخلاص من غير صراعات. تمام. الواحد مشي في هدوء، عشان كده الواحد رجع من الباب الكبير. رغم ان ما بحبش المقارنات، لكن تقر وتعترف ان دفاع الاهلي دلوقتي افضل من الجيل اللي انت لعبت فيه انت ووائل جمعه واحمد السيد؟ اكيد بتمنى لهم التوفيق كجيل مكمل لينا، ولكن لا، وائل جمعه، عماد النحاس، احمد السيد، رامي حققوا انجازات كبيره جدا، وانا بقول الجيل ده يستحق كل احترام والتقدير. نعم. ليه؟ كان بيتعامل باحترافيه اليوم الكامل ونجاحات غير مسبوقه. تقر وتعترف ان كابتن حسن شحاته كان اكثر مدير فني في تاريخ المنتخب تعامل باحترافيه وعداله في اختيارات اللعيبه بعيدا عن الالوان والتوازنات؟ دي حقيقه. نعم. وانا بحترم كابتن حسن جدا، لان المدرب كابتن حسن حقق انجازات كبيره، واخدت الفرصه الحقيقيه، انا انضميت مع كابتن جوري وكابتن محسن صالح، لكن الفرصه الحقيقيه اخدتها من كابتن حسن شحاته، والامانه دعمني بكل قوه. يعني تقر وتعترف انك خدت شاره الكابتن في الاهلي كانت نكايه من جوزيف عصام الحضري، وانت فوجئت انك بقيت كابتن النادي الاهلي؟ مش حقيقه خالص. النادي الاهلي بيمشي بالترتيب. عصام الحضري مشي وانا كملت. النادي الاهلي حضرتك عارف اللي هي بالترتيب، انت لعبت وعصام موجود. لعبت وموجود، هي مشكله ما بينهم كبيره. فهو سال قال له المشكله دي اللي انت ما ينفعش تكون كابتن الفرقه، فسال في الغرفه، عمل اجتماع تاني يوم وقال مين الكابتن اللي بعد عصام الحضري، فبصيت قلت له انا. فقال انت من النهارده انت كابتن الفرقه. عصام بعدها ما قعدش سنه، هي المشكله في قصه لما مشي الحضري اخذنا الخمس بطولات بتاعت والسنه اللي بعدها اخذنا الاربعه، فبقى ايه، فحتى اتقال لك ده وش السعد على الكابتن. انا مش بحسبها كده، لكن احيانا بيوصل لي بعض الكلام، ولكن عصام الحضري ليه مني كل الاحترام والتقدير كلنا كحارس مرمى كبير. يعني تقر وتعترف ان الشاره كانت على كتفك بس، لكن ما كانش عندك صلاحيات الكابتن؟ ده الناس اللي عندها غرض ومرض. وبزعل قوي، وانا خليني اقر واعترف، اللي بيصنف شادي اللي هو بيهزر، اللي يصنف شادي اللي هو شخصيه ضعيفه، هو وشأنه. لان انا ولا ده ولا ده، مش لازم كل الامور بتاخد بعصبيه، لكن مع احترامي للجميع، لما اتحط في كتيب النادي الاهلي في احتفالات المئويه وابقى من ضمن كباتن كبار، كابتن الخطيب، كابتن صلاح سليم، كابتن حسن حمدي، كابتن شوبير، كابتن مصطفى عبده، مش كابتن اكرم، مش عايز انسى حد، كابتن اكرم، كابتن ثابت البطل، لما تبقى وسط الكوكبه دي في يوم من الايام، فدي دي وسام. اما البعض اللي بيقول لك شاره، لا، مع احترامي الشديد، شاره وحب وعشق واحترام من جميع اللعيبه، مش لازم الكابتن الفرقه يعني يشخط وينطر ده كده يبقى هو كابتن الفرقه. تقر وتعترف ان بعض اللعيبه الكبار في الاهلي عملوا كومبينه على حسام البدري عشان يمشوه بسبب صدامه معاهم؟ مش مدرسه النادي الاهلي، الكابتن في الاول وفي الاخر الكابتن حسام البدري ابن من ابناء النادي، ودي مش مدرسه النادي الاهلي اللعيبه تعمل كومبينه ايا كان مين، الادارات ما تقبلش الكلام ده، ومفيش حاجه اسمها بالمناسبه، عشان بقى اكد اللي بيجي يقول لك اللعيب ده قال ده فيمشي، وانا اقسم واجزم اللي غير موجود بالمره، ده بروباجندا، واحد بيحب واحد يكتبها له. نعم. لكن انت لاعب ليك واجبات، ليك حقوق، في لائحه تطبق. اذا لم تحدث كومبينه. اخر سؤال، تقر وتعترف انك لعبت في الاتحاد الاسماعيلي لانك كان ليك علاقه شخصيه مع رؤساء الانديه دي؟
الاتحاد حاج محمد دايما انت كنت عامل مشترك وده الناس تستغرب مش فاهمين حاجه عايزيننا يا كابتن اللي هو ايه فكره لما انت تبقى في اختلاف تفضل لا الكبير لاحترامه طبعا والنضج لما بيحصل دائم ولا شيء بص يا كابتن خليني انا اعترف بحاجه النضج بيفرق بشكل كبير جدا يخليك تحافظ على علاقاتك مع الناس تخليك تحترم المنافسين وتحترم الكبار الاكبر منك في السن ففي مرحله النضج وفي مرحله الحماس اخر حاجه الحاج محمد مسلحي بوجه له كل التحيه من الشخصيات اللي بحترمها وبشكر قناه اون في مباراه الدوري بالاشاده انا شايفها بالناس كلها وانا شايف ده البث في المباريات كل حاجه جميله وحاجه محترمه جدا نورتني وشرفتني بشكرك ودايما من الاعلاميين الكبار كابتن احمد اتمنى لك التوفيق كابتن شادي محمد كان منورنا النهارده كده تمام سلام